تبارك الله الخير، واخا ما نضتش الكوزينه بكري درت بداك الشيء اللي موجود وزدت عليه شي حاجه اخرى. انتو صايمي ها صمتي كي جاك الصيام هول تايم حبيبي النهار كامل مزيانه ولي. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. كي دايرين مع رمضان؟ كيفاش غاديين معاه؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ نتمنى تكونوا على خير. دابا العشر الاوائل، نتمنوا من الله يتقبل منا الصيام والقيام، والله يعطينا صحيحتنا يا ربي باش نكملوا رمضان، وان شاء الله نختموا هذا رمضان هذا بعتق من النار يا ربي. الله يغفر لنا والله يسمح لنا والله يعاوننا ويسرنا امورنا يا سيدي يا ربي. نتمنى ان شاء الله هاد العشر الاوائل تكون حنايا اللي غالبين، وان شاء الله ونبقاو غالبين وغالبين حتى نسالي ان شاء الله رمضان. نتمنى ان شاء الله يخرجوا منه بصحيحه ديالنا، وحنايا حتى حنا غادي نحاولوا على صحيحتنا من الماكله ديالنا بطبيعه الحال. كيف ما كنت قلت لكم، الماكله حتى هي كتعاون بزاف على اننا باش نخرجوا من رمضان ما طالعش لنا لا طونسيون، ما طالعلناش السكر، الكلاوي ديالنا مزيانين. علاش نشربوا الماء الكافي من مورا الفطور، وفي السحور ناكلوا تغذيه اللي هي صحيه وشليضه زوينه، ولا المهم شي حاجه اللي ما غاديش تضرنا نعتمدوا عليها بزاف. وبطبيعه الحال نقصوا من السكريات، ما فيها باس تاكل شويه لان نهار كامل الانسان تيكون صايم، فمن مورا المغرب نذوقوا شويه من هنا شويه من هنايا، غير ما نكثروش وما يكونش كلشي حلو. هادشي اللي بغيت نوصل لكم البنات. والله العظيم عرفتي من العراضه ديال البارح اللي كنت درت هذيك الماكله وهذا وصورت حطيت معكم الوصفات، والله العظيم الى اليوم عاد غسلت الماعن. صراحه عييت لان بقينا جالسين وسهرانين وكلشي، فجمعت كلشي هذاك الشيء الماكله اللي بقات، وهذا كاين اللي دا معاه بصحته وراحته، واللي بقى ليا خليته، يعني عندي الباقي من البارح خليته هكذايا باش اليوم نلقى باش انايا نفطر. فبقاو لي هنايا لي سالاد، قلت ضروري ها نتوما البنات بقات لا سالاد مزيانه، ها نتوما البنات تبارك الله ها نتوما شحال ديال لي سالاد بقاو. بالنسبه للحوت بقى لي واحد الطريف هو هذا، والميرنا اللي بقات كلها داها معاها راجلي طيبتها ليه اليوم، حيت داكشي بقى خليت منه ما طيبتش كلشي، طيبت منه اليوم دا معاه راجلي باش يخدم، حيت غادي يفطر في الخدمه وغادي يتصحر ان شاء الله في الطريق باش غادي يكون راجع كيمشي عليه الحال، فضروري غادي يشدوا السحور في الطريق. وصافي وحطيت كلشي، قلت لكم جمعت كلشي، الماعن خليته مسخن حتى اليوم، عاد منين فاقت بشويه عليا وعاد غسلت الماعنات، عرفتي ساعتين وانا كنغسل في الماعن. المهم الحمد لله حيت كلشي نقيت كلشي، ودابا ما بقى لينا والو ان شاء الله. المغرب بقات شي ساعه وربع بحال هكا، فدابا غادي نوجد لي الفطيره ديالتي انا ووليداتي، لان حتى الدراري راهما صايمين معايا تبارك الله، مساكن صابرين واخا كيجيهم العطش واخا فيهم الجوع، فراهم صايمين وشادين في الصيام ديالهم، فخاصني نوجد لهم داكشي اللي باغيين. قال لك بغاو شويه ديال البغرير، ها هو راه مازال عندي، غنحط لهم هذا البغرير هذا. مازال عندي البطبوط اللي كانت معمره، ها هو البنات كلشي كنقادو تنحطو في الميكات ديال الثلاجه، وكيبقى بكلشي يعني من حاجه علاش تضيع ما تضيعش كلشي. هادشي يلاه طاب البارح، يلاه وجد البارح، فباقي فيه ما يتكال. وعندي واحد المسمنه وحده هي هذه اللي معمره، صافي بركه شلاضه. الحوت كان طيب هنايا، البيض مسلوق، عندي هنايا الحريره مشهيه شويه ديال الحريره، غادي ندير ليا قهيوه. وعندي العصير طحنت دابا العصير ديال البربه مع شويه ديال الحامض، راه كنت درتو معكم في الفيديو اللي قبل، كيجي صراحه زوين بزاف الا بغيتو ديروا فيه السكر ولا ديروه بلاش، زوين تيجي رائع في المذاق. فانا درت ليا شويه ثاني ديال البربه مع شويه ديال الحامض، وعاد غندير شويه ديال لافوكا هكايا. المهم غادي نلقى الطبيسيل ديال الشلاضه، ولا للضياع ولا للاسراف البنات. هادشي اللي غادي نقول لكم، انسان يمشي على قدو الطويبله ديال رمضان كتاكلي، اهم حاجه انك تاكلي شي حاجه اللي هي صحيه، ماشي نعمرو هالبغرير هالملاوي هادي بزاف ديال الماكله، وفي الاخر ما تاكلي حتى شي حاجه اولا تاكلي شي حاجه اللي غادي تضرك. هادشي اللي بغيت نقول. المهم ما بغيتش نطول الهضره، انا غير كنشرح يعني كنوصل لكم الفكره اللي بغيت انايا اللي كنمشي عليها.
وبالخصوص في هذا رمضان راه زعما ماشي دائما دائما كنت كان انا صراحه كنطيب كندير بزاف ديال الشهيوات، ولكن راجلي تياكل غير شويه صافي تيخلي داك الشيء تيبقى. يعني شكون اللي غادي ياكلوا معايا؟ حتى شي واحد. وليداتي ما تياكلوش كلشي، هادشي اللي بغيت نوصل ليه. فوليداتي ما تياكلوش كلشي، شكون غادي ياكل معايا؟ حتى شي واحد. اللهم نطيب هذاك الشيء اللي غادي يتكال على عدد افراد الاسره، وبارك الله يجعل البركه. غادي ندير ليا قهيوه البنات، نرد بها المجاج يا اختي مع المغرب، وصافي وغنوجد التبصيلي ديال لاصالاد. الحوت هو عندي وهانتوما معايا. غادي نحيد هذه شاده لي الصغير بصراحه مدرقه. المهم البنات قولوا ليا كيفاش كديروا مع وليداتكم في رمضان؟ واش بديتوا كتدربوهم؟ الوليدات اللي عندهم 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين، واش بديتوا كتدربوهم على الصيام؟ المهم انا وليداتي من اول نهار في رمضان صراحه كنخليهم يصوموا تقريبا نهار كامل، يعني تقريبا شي 10 ديال الساعات ديال الصيام. صراحه عجبهم الحال، واخا جاهم الجوع في اليامات الاولانيه وفي الاول ديال النهار، اولا ملي كيرجعوا من المدرسه تيجيو بعد شهرين تيجيو فيهم الجوع، ولكن تنبقى نشجع فيهم. ما بقى لكم والو، وشرحت ليهم ويعني وفرت لهم بزاف ديال لي فيديو بحال هكا اللي كيشرحوا ما هو رمضان بالنسبه للوليدات الصغار. فمنين كيسمعوا هذوك لي فيديو ولاو كيفهموا يعني شنو خصنا نديروا في رمضان، شنو اللي كنديروا في رمضان، كيفاش تيكون بزاف ديال الحاجات. يعني انا واخا شرحت لهم وباباهم حتى هو، ولكن حتى لي فيديو عاونوهم بزاف، شرحوا لهم حتى هما باش كيعرفوا بلي راه نفس الهضره اللي كنقولوا لهم انا وباباهم، نفس الهضره اللي سمعوا من لي فيديو، تيعرفوا بلي فعلا هذيك الهضره صحيحه. راكم عارفين الوليدات الصغار يقولوا مع راسهم راه غير ماما وبابا اللي تيقولوا لنا بحال هكا، ولكن منين عرفوا داكشي بلي عامه على الناس عامه المسلمين كاملين، فعاد ولاو كيفهموا ولاو كيصبروا على العطش، كيصبروا على الجوع، وكيقول لك انا صايم. ولا بغى شي واحد ياكل اولا يشرب، الاخر كيمشي تيجي تقول هي تقول يا ماما راه باغي يفرق الصيام ديالو، شوفي سيري شوفي راه باغي يفرق الصيام. يعني ولاو تيعرفوا بلي راه ما خاصكش دير هكاك، يعني ما خاصكش لا تشرب ولا تقطع الصيام. والحمد لله حنايا مضاربين مع الوليدات، اللهم لك الحمد. حنايا كنحاولوا نعلموهم، كنحاولوا نوصلوا لهم الفكره، وكنحاولوا نعلموهم كل شيء، هذا الشيء ديال الدين ديالنا، لا من حيث الصلاه لا من حيث الصيام. اللهم لك الحمد، اللهم اعنا يا ربي. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات. دابا غادي نوجد القهيوه، باقي شويه الحال صراحه حتى السبعه عاد نشعل عليها. وهنايا غادي نطيب الحليب، غادي ندير ليا شويه ديال الحليب. صافي العصير راه كاين، كلشي موجود. وليدات حتى هما غندير لهم العصير ديالهم. صافي كاينه غير انا والدراري، يعني ما نزيد حتى شي حاجه زايده، غناكل لا صالاد الحوت صافي. صلاه عنبي ان شاء الله حتى يكون راجلي عاوتاني خدام معايا. غدا غادي نطيب، واخا ما يكونش باش كنوجد كنقص عليا شحال من حاجه. وعاوتاني النهار اللي غادي يكون هو غادي يفطر معانا، راه ضروري ما خاصني نوجد بلا ديال العشاء، خاصني نوجد كلشي ان شاء الله ضروري. من شكون الناس اللي بحالي، يعني ملي كيكون راجلها ما فطرش معاها في داك النهار، تيكون عنده الخدمه ولا شي حاجه، ضروري ما غادي تكوني تهنيتي من واحد الناحيه، يعني كتوجدي شي حاجه غير خفيفه. شكون بحالي الا كاين شي وحده بحالي تكتب لي في لي كومونتير هكا باش نشوف واش غير انا اللي هكذايا ولا كاينين الناس بحالي هكا. المهم البنات دابا ما نبقاش نهضر بزاف، المغرب قريب يا اختي. غادي نخلي الحليب غير هنايا، وغادي ناخذ ليا واحد التبصيل باش غادي نقادو. هانتوما اختي غادي نقادو اختي الماكله ديالنا. لي زيتينار كيعجبوني بزاف، كنبغي ندخلهم دائما في لي سالاد اولا في الشوربه. هنايا البنات درت هاد الطريف ديال الحوت، غادي نديرو يسخن في الفران. وغادي ندوز باش نصيب لا صالاد ديالنا.
الفاصوليات عندي الباربا، عندي اللوبيا الخضراء، هانتوما الباربا اللوبيا الخضراء، وعندي هنايا مطيشة والخيار. هنايا عندي الخس باقي مزيان جديدة، هذه يلا حطيتها. بحال هكا فرش عليه البصلة، هنايا نحط هاد الخيار ومطيشة. عندي هنايا وريقات ديال لي زيبيناغ، غادي ندير اللوبيا بالنسبه للباربا، غادي نديرها بوحديتها حيت كتطلق هذاك اللون ديالها. عندي هنايا شويه ديال الزيتون، انا كيعجبني الزيتون كحل بزاف في لي سالاد. غادي ناخذ واحد حبه افوكا وحده، يعني اختياريه، الا عندك ديريها ما عندكش بلاش. بلاصه ما نديرها عصير نديرها نيت مع لا سلطه، احسن بزاف، احسن صراحه من العصير. وغندير نص تفاحه، لان التفاحه كبيره غادي ندير غير النص ديالها. قطعت الشرائح وغسلتها، وغادي نحطهم في الطبسيل ديال السلطه حتى هي مع الخضر. واحسن سلطه هي هذه الصراحه، متنوعه. المهم ماشي بالشرط يكون فيها هادشي كامل، غير تكون متنوعه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الفرماج، اي نوع ديال الفرماج اختياري حتى هو، شوفوا الا بغيتوا ديروه ديروه. غادي ندير طريفات هكا ديال الفرماج، صافي. غادي ندير عليها شويه ديال الخل وشويه ديال زيت الزيتون. يا سلام. وغندير شويه ديال الخل، الخل ديال التفاح.
الخل ديال التفاحه البنات هو اللي غادي ندير، غير شويه تجاهد معلقه وهي لا سلطه واجده. هانتوما البنات متنوعه الحمد لله. غادي ناخذ دابا الباربه غادي نديرها بوحديتها باش ما تطلقليش اللون في الخضره الاخرى. ناخذ غير شويه والباربه راه زوينه البنات، الباربه صحيه اللي ما كيبغيش ياكلها في الحقيقه راها صحيه ومزيانه لفقر الدم. الناس اللي عندهم فقر الدم ياخذوا الباربه ياكلوها بحال هكا وياكلوها حتى خضره بلا سلق ويديروا بها العصير مع الليمون، راه ممتازه بزاف صحيه. وهانتوما البنات ها هي الشلاضه ديالتي هي واجده. دابا غادي ندوز لوجه الطبله ان شاء الله. حنا دابا غنبدا نحط في الطاوله باش ندخل كلشي الفران يسخن. شاطو ليا هادو ديال المسمنات لي سيغار اللي درتهم بالعجينه ديال المسمن. هاي هاد الرغيفه بحال هكا، ايوا والبغرير غادي نديرو ليهم في الفران صافي. وهنا وجدت طبيله للفطور، هو واجد الحمد لله. هانتوما تبارك الله الخير. واخا ما نضتش الكوزينه بكري درت بداك الشيء اللي موجود وزدت عليه شي حاجه اخرى. هانتوما لا سلطه ها هي غنيه وزوينه وفيها الخضر والفواكه. هنا هذا بقى لي حتى هو هاد التحليه هذه من البارح، العصير ديال الباربه يلاه درته، طريف ديال الحوت بقى لي حتى هو سخنته، صاحبت معاه هاد الطحينه هي كتجي مزيانه وزوينه مع الحوت، الحريره بطبيعه الحال، الباربه درت لهم تميرات درت لهم بريوات باش ياكلوا حتى هما ويعرفوا باللي التمر راه مهم. صافي هنايا البطبوط ولي سيغار اللي عامرين باللحم والكفته كيجيو حتى هما زوينين، ودرت لهم البغرير بطبيعه الحال باغيينو. وهذا الشيء اللي كاين الحمد لله على الخير هذا. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. اختي دابا غادي نكب ليا كويسي ديال القهوه باش اختي نفطروا ان شاء الله. يلا مصطفى امين، يلا اسماعيل، يلا وقت الفطور اوليدي. درت اليوم العصير، بواحد باغي العصير وواحد باغي حليب بالشوكولاته. وقهيوتي يا البنات، واخا ما كنشربهاش صراحه في رمضان في الفطور، ولكن اليوم تشهيتها ندير اختي داكشي اللي تشهينا. وهذا الشيء اللي كاين نديرو كويس القهوه. الله يا اختي يا سلام. يلا بداو تفطروا الدراري، دابا راه ود المغرب. اسمعي يلا واجلس جلس وفطر. كنقولوا بسم الله، نجهز لك الطبيله ها انت بسم الله. يلا بسم الله مصطفى امين، يلا خذ. بغيتي تبدا بالتحليه هي الاولى؟ يلا دقه شوف كي جات زوينه. ها زوينه، يلا بالصحه والراحه وليدي. كول كل راه زوينه ماما، فيها فيتامينات تاهي. يلا بصحة والراحة. كنتو صايمين؟ ها؟ صمتي؟ كي جاك الصيام؟ هول تايم. هول تايم حبيبي النهار كامل مزيان أوليدي. إسماعيل كي جاك الصيام؟ مزيان؟ قضيتي تصوم ياك؟ جاك الجوع؟ جاك الجوع؟ حبيبي هو راه كيدير ليه الساندويتش ديالو تياكل. يلا البنات حنا غادي نفطرو وهانتوما معايا. صافي يلا هانت ها
شويه ياكل تيفطر تيقول لكم هاي قول سلام حبيبي كي ياكلوا مساكن تيفطروا يا اختي. انا غادي نفطر الحمد لله فطرنا بعد الصيام. الواحد تيقطع الصيام وكيصلي المغرب عاده كيجلس كيفطر على خاطر بسم الله. احنا يا البنات سالينا الفطور ديالنا كي جاك النهار مصطفى امين صمتي جاك الجوع كيجي الجوع كيجي العطش ولكن كتبقى صابر الحمد لله مزيانه وليدي الله يعطيك الرضا وليدي حبيبي الله يعاونهم كندربهم على الصيام والحمد لله. المهم البنات دابا سالينا الفطور ديالنا اللهم لك الحمد كيدوز النهار زوين ولكن غير كنفطر البنات والله العظيم تنبقى هنا هذه هي الركنه ديالي كنبقى جالسه كنتفرج ولا هذا صافي كنكون صليت المغرب ديالي وكنجلس كنفطر على خاطر وتنبقى جالسه حتى كيود العشاء. ايوا هادشي اللي كاين البنات نقول لكم بالسلامه عليكم شكرا لكم بزاف الى وصلتوا حتى لهنايا لا فيديو ما تنساوش تخلي واحد لايك ولا لي خطيكم عليا. نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع شي وصفات شي وات اللي هي بسيطه وزوينه وفي المتناول. يلا مع السلامه قلت سلامه سلامه وليدي يلا مع السلامه.